فوق بقوة. بعدنا برمضان بس هاي خلف كواليس رمضان ما قدرنا نصور لكم لان كان عندنا خليها عليه وكان من اقوى البرامج اللي سويتها بحياتي تطلع لكم كلش حلوه صراحه انا فوق السحور. قصة هذا الفلوق انه نراويكم شنو صار برمضان باثناء تصوير البرنامج. ها ولك وين دشداشتك؟ ها حلوه القعده وياك سامر حبيبي قلبي انت. ها لقف نادى يطق صوره يا اخي احساس الفلوق غير. صار لي شهر وانا ما لازم هاي الكاميرا. اوه اشتاقيت لها واشتاقيت لكم. هذا الكرين ومطعمنا جوا ناس صاعده وناس نازله. الضيف مالتنا اليوم من فرنسا راح يعطيني دروس سريعه على اشياء بسيطه. ثلاث مرات راح نحط شكر. باعوا هاي خلطه بيها ذهب. باعوا الحركات. هذا شكر ها شو اسمه كراميل. ها مشتاقين للفلوقات لو لا؟ اجتماع سريع على الفيسبوك هسه يوم لا لا تعذبيني مشتاق لها هاي. لو عيني لا هلا عيني ولودي شلونك شلونك حبيبي. هاي قضيناها عزايم وقعدات بالبيت وتشمحي بس على شنو؟ على اونلاين اونلاين جيمنج. وليد ايش قد افرح من هيك رند طالبه كله اكل دليفري وتعزمنا. ها الاكل الجاهز قد حلو خاصه من يبقى حار. انا ماكلها شو اسمه هذا العزايم احلى شيء الجيمنج بالعزايم. عفت الحبايب بالبيت اجت عندي تصوير تالي الليل الساعه 11 بالليل ما اعرف بالضبط شنو تصويرنا اليوم بس الصراحه نكتشف سوا. وليش دي فوكس على وجهي هذا الخشم مش كبره وبعدك ما مركزه. مرحبا كيفكم انا لؤي ساهي. اوكي بس بشعر جديد. لا انا اسمي ساهي هو اسمه لؤي. لا انا لؤي انت ساهي. لا يعني تقريبا لؤي ساهي المهم يعني هم يعني في اثنين يعني فممكن تتلخبطوا بس حاملكم الترك حلو لازا 1 2 خلص الباتري. ابو سام شباب من ما يقول كلام ساق ابو سام وشنو ضارب اربع شايات ويا اغلى بشر هو عندي ما قام احنا عين قدي لا تحسدوني في حبه هذا حبيبي وحدي اغلى بشر راح اموت راح اموت. هاي الاغنيه عشق صار لي هيك شهر بس اسمع بيها. عيد ميلاد اسرائيل اليوم. جاهزين للبار؟ اي نعم. يا هلا يا هلا هذا من ورا مع 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 شبح شبح تقول رامي السيفي وفيروز ويانا. النودي منور كالعاده. جواكامولي جواكامولي بالافوكادو. انت قبل ما تتزوج شنو تعرف شنو هو الجواكامولي؟ اصلا ما شايف الافوكادو بعيني. طلع طريقه نشعل بها الحطب. نحط خشب صغار قبل الكبير الصغير يشتعل اسرع. نوقف هنا عمودي حتى الهواء يدخل بيناتهم يساعد الاشتعال. هذا مال سيجار نورت وانت مال سيجار ارام. لميت الجماعه الطيبه اليوم الشباب على مود نروح نشوف شنو؟ رولز رويس. ثلاثة الشطرنج مال رولز رويس يمكن بسعر سيارتي. اعطونا رأيكم اعطونا رأيكم. لا يعني رأيكم الصندوق تقدر تحط به طليقتك وتسده باع اوتوماتيك. لا هاش تسوي وليد هاي شنو؟ اوف 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 شاي قهوة. شنو رأيك؟ شاي قهوة السيارة. شنو الاحساس؟ سيارة عالمية. احنا حمسونا روس انه نشتري سيارات فشنو جينا نشتري مستعمل. ابو الرود باع الابتسامة. عمركم شايفين ابو الرود مبتسم؟ شباب خايفين من نيسان زد. هذا ما تعطل. طيح ريس.
جراج سلطان ماجد تلبوا بينا الا تاخذون سياره والله خجلونا راح يعطونا هاي الجي 63 ام جي 700 هورس باور هسه جي تبقى جي جي تموت اهم شيء شنو اهم شيء الطبقه مو روز روز غاليه السيارات المستعمله هم غاليه اجينا لسوق الحيوانات جوز نشتري حصان كلب او شيء شنو ها هذا الكتكوت شلون مؤدب باع الحب يوم تاريخي لؤي راح يأجر اول شقه بحياته ومنو لقاها مين حسوني حسن فاينلي احلى بروكر بالعالم فروم وير يو جيت ذس وان وي جيت ات اوريدي فروم وير هاي التوقيع راح تعيشني سنه كامله بامان انا وقعت وما شايف الشقه هاي جنط بالريسبشن شيلوها عمارتي هاي ايه راويني يلا ليستر يلا خلصنا هلا 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 اهلا وسهلا بشقة ابو اللول الجديدة وهاي الغرفة ابو اللول ينام بيها زين على مود يطلع لكم طلقة اوه هاي شنو بعد فيو يا اوكي خل اشرح لكم على السريع بيت روى هنا بيت فرات هنا شقة رامي جوايا هنا ومكتبي هناك ايه لوكيشن مقر استراتيجي ما حد يعوز لي يطلع اموته ماما راح نطلع لايف على الراديو مع جيما راديو انجليزي الله ليستر من اللهجه الانجليزيه ما راح افتهم عليه شيء وير ما راح تفهم عليه شيء is one of the UAE's biggest vloggers Loi Sahi I was always with my friends and family and Sandra was always with me in these videos so people who know me they know my sister on my platform then she started her own platform and she's much more talented than me she sings she's vlogging she's beautiful which I'm not singing, I mean. thank you so much for coming on. See you very soon. Can't wait. هسه رايحين المكتب لان عندي لساني اخذ لساني اخذ على الانجليزي. هسه رايحين المكتب عندي ادت. انا ما قلت لكم ورا جي اخذنا شيء. كلش مشتاق لايام الفلوقات اليوميه. كلش احس ان كنت كلش قريب عنكم هسه شويه احس يعني شلون مبتعد عنكم لان الكاميرا تتصور من جوا فوف اللي مشتاق لوس انجلوس يجي نروح نشتري عليش جوا ونصعد لي فوق الله فراد خجلني بالطلب اليوم شنو انت قلبك تستاهل كل الخير حبيبي انت ورده طب هسه جدا حزين انه اشارك وياكم هاي اللقطه الثلاجه فرغناها الاجهزه مال الطبخ كلها هنا راح نرجعها كاميرات اللي ورايا بعد ما راح نستخدمهن موسم جميل كان نخليها علي انا كلش تونست ما اعرف شنو رايكم انتم بس حسيت انه شيء جديد رود تريب اليوم ماخذين الحبايب الراس الخيمه نحتفل بنهايه برنامج خليها علي وبالعيد والاهل جايين ورانا بس احنا شنو اليوم بخيل هاي وليد جاب هالوردة؟ شنو مسوي مكسورة؟ ليش تجيب وردة لمرتك؟ مو قلنا بس بالخطوبة على ما تقنع أهلها؟ حبيب قلبي. هلا. Thank you. لا. شنو؟ لا. ها. شنو؟ شنو؟ واو تعالوا انتوا شفتوا لا تعالوا وليد You're joking OMG امشي تضبط الحبايب خبل ما احلى هاي اللحظات هنودي هنا مكانكم مو بس خالي يحتاج له مرقه رايحين نتلقى رواد ورن جايين هسه ضيوف وجدد والاهل هم جايين وراهم الحياة سعيدة مكانكم كلش خالي رند رواد ها
الوفد قبر الاخير وصل الوالده والوالد هلا وصلتوا هسه جبنا وليدي يشوف حصان عمره ما شايف حصان بابا يركض شفت القمزه اي وليد اجى اي ما تكفي تكفي يلا يلا تعال تعال عندنا ابانه مركب من البصره جانا ولوجن هلوجن يما يا يا يما يما الحب يما هلا انا صح استونا قعدنا واستونا قمنا بس نسيت اصور لكم الاكل اريد اوجه تحيه خاصه الى هنودي ولولو على مود الشو مالتهم ما نخليها علي فعلا يعني ونستوا الناس ونستوني انا هم شخصيا وترقبوا رمضان الجاي ما نعرف شو راح نسوي يا عفنا الفيلا كلها جينا على هنا هاي الزاويه حلوه احلى تسليس حب تسليس حب شمسي لو حب مطري معقوله اترك حبيبي المشاهير معقوله اروح راس الخيمه بدونه شغير ماخذه للبحرين شخير راح رايحين نشوف ابن عمكم ميكي ماوس عنده حفله ثالث نمر راح يصعد يعني واخيرا انطونا بوردنج طبعا هو باع وجاي للمطار بدون جنطه بدون بوردنج وبدون حجز اصلا يعني جاي للمطار شنو هاي طارتنا؟ اي صارنا ساعه نحجز فيها اي ويقولوا لنا فول ما فول اي طلع 30 نفر بس فيها المنظمة دعيتني عزموني بزنس وارام ايكونومي قلت له انا راح اجيك بعدين بس حطيت تليفوني اربلا حتى ما يدق علي انا راح انام على مغلقه بجميع الاوقات اثناء الرحله حتى الوصول الى داخل مبنى المطار يرجى الانتباه تام شرح عملية مع السلامة ووصلنا الى الرحله هيئة السياحة مال البحرين ما قصروا بوري سريع ثانك يو لك علقة 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 الجهال كلهم متوترين واحنا متوترين وياهم عفني راح اشتاق منكم يلا عيني وبالخلطك اجى الصيف وبلش موسم السفر اخ راح افارق اكل امي طقني القهر معاكم لؤي النجار منتج المكدونالدز تلقاه فارغ ولو الساعة بستة الصبح حبايب وصلنا نهاية هذا الفلوق انا هسه باللوكسمبورغ جاي السفره كلش مهمه راح تشوفوها بعد يومين عندي خبر جدا مهم بالنسبه لكم شيء جدا جديد عمري ما مسويه وراح انطلق من جديد بحماس جديد بشيء مختلف عمري ما مجربه راح يفتح تطبيق جديد على السوشيال ميديا ما اقدر اعلن عن اسمه او هو وين راح يكون ومن اي شركه بس على هذا الموقع على هذا التطبيق راح انزل محتوى انجليزي 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 تجربة جديدة ان شاء الله اللي يحكي انجليزي ينعجب بالموضوع اللي ما يحكي انجليزي يتعلم انجليزي اللي ما يحكي انجليزي وما يتعلم انجليزي احنا باقين هنا باقين على اليوتيوب باقين على الانستغرام بالعراقي بالعربي فاعطونا رأيكم بكل هاي التغييرات الجديدة وهذا الفيديو راح ينتهي هسه